ساعتين مثلا. يا سلام. هذه نسميها نسميها تهدئة. مشي مشي تهدئة. طيب ايش رايك ناخذ لفتين بعدين ندخل جوا؟ يلا ايش رايك؟ يلا وش وضعنا؟ لا لا مشي 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 مشي. والبشم نبغى نطبق كلام الدكتور. لا البشم المره الجايه جوا جوا ما لنا فيه قدره. عاش متخيل ما شاء الله متربي. عاش سلام سلام قدامنا هذا سلام وصالح. شوف ما شاء الله عبد الله دائما قدامنا ابو علي. ايش ما يصير؟ روح تعال يلا ما شاء الله يا ابو صالح ما شاء الله يا ابو صالح يا ابو سليمان تفرق اللفه ما شاء الله عليك ترشط وقال له مشي هروله ما شاء الله عليك ابو سليمان لا ولا 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 متخيل ابو سليمان قال ايه يلا يلا على المجلس ما شاء الله عليك على المجلس على المجلس الله عليك يا ابو صالح الله يعافيك الله يعافيك انك ما تبغى تشد على الشيبه يلا يلا على المجلس تفضل تفضل انت قهوه ونكمل سوالفنا تفضل الله يحييك يا كابتن ان شاء الله تفضلوا تفضلوا ما قد بديناها بذكرى اختموها بذكر محمد الهادي ما قد بديناها بذكرى الله اختموها بذكر محمد الهادي قد بديناها بذكرى الله اختموها بذكر محمد الهادي مثل ما تعال يا ابو صالح إنها بذكر الله اختموها بذكر محمد الهادي طيب أما العرضة بشروبكم أما التمارين لا شربنا فيها وبالليل ما شاء الله عليك الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا يا كابتن يعطيك العافية كابتن طارق شكرا شكرا حي الحين انت قهوة وبعدين أي واحد نبدأ حديثنا في الرياضة وأي واحد عند